هو قاعد في المقعد ولا قعد عبد الحيان حسان فؤاد هغلب كل الاولاد انت وابهاتكم انا مش عايز غيرك انت اللي واقف تضحك ما تخليك بعيد عني احسن يا جد انت مش جدي تعال وريني روحك وهغلبك يعني هغلب مش للدرجات يا جد حلال يمين ما انا ملعب غيرك وهغلبك اكده طب سكتة كبيرة يا بنت الهول Between the nation and communities of the world have been deeply affected by the events. تفضل الشيخ. تسلم يدك يا ست الكل. تسلم وتعيش. خبري يا أمه. مالك؟ أبدا ما فيش. تحب نطبخ لك ايه النهارده على الغدا؟ لا ياما ما تتعبيش نفسك ده انا كلها ساعه زمن وهتكل على الله تمشي خليك معانا يوم ولا اتنين حتى تعرف ابوك مال مال ابوي ما عرفاش صاحي مزاجه مش رايق وكيه اللي شايل حمل تقيل فوق صدره طب وانت ما عرفتيش ايه اللي مضايقه ابدا سألته مرة واثنين وهو معلق على قولة أبدا ما فيش ما تشغليش بالك هي دي عوايده يما يكون متضايق والهم تقيل فوق صدره ياخد لمدة مع روحه على ما يفضفض باللي واجهه وما عرفتيش راح فين طول عمري كنت خايف مني هاللحظة دي باللازم يابا كانت هتيجي الساعة الكل واحد يدور فيها على اللي ليه وانا كنت هاكل حق حد يا ولدي هاكل حق اخواتي لا سمح الله يا ابو العمده بس انا يعني عايز اقول لك انه طبيعي حيجي اليوم اللي عم حسان وعم فؤاد كل واحد فيهم يدور على حقه طول ما العمده عايش محدش يقدر فينا يفتح خاشوه في الحكايه دي انا عارف انه هيجي اليوم اللي كل واحد فيه يدور على حقه الله طب ولما انت عارف ان اليوم ده هيجي ايه اللي مزعلك بقى زعلان من كلمة أخوي حسان كلمة كرهانية تحش في القلب حش عم حسان ما انت عارفه يا ابو العمدة ساعات تطلع منيه كلمة كده ولا كده بس ما يقصدهاش ما يقصدهاش كيه عيل صغير يمص اصبعه وليه تقول لي ما يقصدهاش درام الكلمة هو عارف رميها وسط الفيل ده عيشك في زمتي يابا عشان خاطري ما عايزينش نوقف عند الكلام اللي ملهش معنى ملهش معنى كيه كيه ماليش معنى ده عيتمني ان انا سراق وتقول لي ماليش معنى امال ايه اللي ليه معنى انا لو هنحاسبهم صح على قد جهدي وعلى قد اللي بنيته هم لسه صغار وكل واحد فيهم ما متحملش مسؤوليته يبقى الحق ان ناخد قديهم الطاقتين وتلاتة وعشرة لكن هنقول لا يا واد دول اخواتك صغيرين واللي هتعمله واجب عليك كل ما احس ان الحمل تقيل على كتافي اقول اجمد يا واد شد حيلك يا واد اخواتك صغيرين ولو واحد فيهم اكبر منك كان عمل اللي انت عملته بالحرف الواحد واخره المتمه يتمنى اخوي حسان في زمتي طب واخرتها يعني ندقوها حرب قصاد بعضينا والناس تقف تتفرج على اولاد العمده وهي بتعض في بعض ودرع ودراعي مش قادر اتصرف طب اسمع يابا احنا نستنوا شويه لغايه ما انتخابات العموديه تعدي النبادي بسلام وبعدين سلم كل شيء للعمده واللي يصير على اخواتك يصير عليك صح اكبر صح بس اسمع يا ولدي مليك الصالح بالكلام اللي حكيته لي بدلوك اللي بيني وبين اخواتي انا نحله بمعرفتي انا كنت باخد معاك في الكلام ودي علشان افضفض عن روحي خلاص يا ولدي فهمت ها كاني اكلم روحي ها
ماشي يا ابو العمدة. خير يا ماي. قدامك وحداك كلمتين اسمعوهم. ما قلنا وسط الناس اللي عندي حاجة يقولها. الكلام اللي عندي يا ريس فيد ما يتقالش وسط الناس لربا كلمة تتنتوري كده ولا كده. خبرك يا عاد؟ هتتكلم في أسرار ولا ايه؟ اسمعوكم إذا كانت أسرار ولا ما أسرارش. قول احكي دينا سمعين. دلوك يا ولد عمي العمودية في بيت التجانية أكنيها الروح في بدانهم وإحنا بنرمح وراهم وما عارفينش نخلعوها منيهم. لأن بيوتهم أكتر من بيوت وناسهم أكتر من ناسنا وحداهم المال كتير وإحنا كمان حدانا المال كتير وإن كانت بيوتنا قل من بيوتهم نشتروا البيوت الصغيرة اللي حوالينا بالمال. السكات دي ما منهاش نتيجة. البيوت الصغيرة هياخدوا منا ويدوا صوتهم لعلي التجاني عجبهم. لكن ما عليهم. ألف نور عليك يا جدة يا وعية. العمودية ما تتخدش من بيت التجانية إلا بالحيلة مش بالمال والرجال. الحيلة؟ إيه؟ أنا بيوم يا ولد دراع الفقير من ولد صالح صح لكن عندي الحيلة اللي ما تخيبش. قول حلتيه اللي عنديك. ضربتين في الرأس واحدة تغلبش تشوشر والتانية فيها الشفر تخس السعر على التجاني وسط السوق الرجال. قول يا ابو عم. خد يا بنت اشتري لك جلبيتين وحتة صيغة تزيني بيهم نفسك. وجاتك منين الفلوس دي؟ من باب الله ولد عمي فلوسهم كتير. هي اللعبة اللي قلت لي عليها هنلعبها على ريس فيد ولد عمك ولا ايه؟ هنلعبها للريس فيد مش عليه تفرق. دي السكر شنات يا بنت ديسي لما اشوف مين على الباب. اهلا 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 يا ريس ابو هاب اتفضل. يا ساتر اعمل لنا شاي يا حسن. حاضر. جيتك قبل معادها. انت راجل ما فيش منك راجل مظبوط. خير ايه المصلحة اللي عايزني فيها؟ خير بس نشرب الشاي الاول. يا حسنة الشاي. احكي يا ابو خالو والشاي يجي على مهليه. ماشي. شوف يا ابو هاب هما كلمتين بخصوص الشغل اللي ما بينك وبين فؤاد والد العمدة. بقول لك ايه يا دكتور؟ احكي لك الحكاية بتاع الفخراني اللي اغتنى ولعبت بيه الايام. حلوة قوي لعبت بيه الايام دي. احكي بس استنى استنى لما نكتب العنوان الزين ده. قول. قالوا كان في واحد فخراني فقير وعلى باب الله. قامت مرته في الفجرية تملى جرتها من البحر. اتصادف ان البحر يكون نايم وهي عتملى جرتها. ايه يعني البحر يكون نايم؟ ما فيهش موج يعني؟ طب وهو النيل يا راجل فيه موج من اصله؟ هم قالوا كده. احكي ولا اسكت؟ لا احكي احكي عم سعد ما يهمكش. انت ما اعتزكش من الحواديت ولا ايه؟ اقعد بس اقعد يا فؤاد اسمع الحكايه الزينه دي. ها كمل يا عم سعد. قام الصبح هو ومرته لقيوا المية اللي في الجرة بقت دهب. قدرة ربك قادر على كل شيء. ما هي للموعدين مش للمحسوبين. ايه وبعدين؟ الفخراني دي كان عنديه تلت بنتي. البنت الكبيرة كانت تصبح الصبح تقول له صباح الخير يابا يا ابو الدهب. اما البنت الوسطانية كانت تقول له صباح الخير يابا يا ابو الفضة. اما البنت الصغيرة كانت بنت دغري كانت تقول له صباح الخير يابا العين وما توعدت. قام زعل منها الحزين. ايه يا عم سعد ايه وبعدين؟ وبعدين ايه؟ احنا هنقضي الليلة حكايات وحواديت ولا ايه؟
قوم يا راجل، قوم 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 قوم. أقوم نروح فين بس يا فؤاد؟ ما ترسيني. إيه اللي وراك الليلة دي؟ احنا هنصيح ولا إيه؟ اسمع، راجل تاجر كبير من الشوبك عازمني الليلة على فرح ولده، هنوصل نقول له مبروك واحنا واقفين ونروحوا مشوار على كيف كيفك. وإيه هو المشوار اللي على كيف كيفي ده؟ أنت مش عايز تدرس؟ أيوه عايز ندرس. خلاص هنخليك تدرس. طيب أما نشوف آخرتها وياك. وعلى رأي المثل خليك ورا عم فؤاد لحد باب الدار. هم بينا هم. يا ساتر، أنا أعمل كده ويا فؤاد ولد العمدة؟ دي حركة بسيطة وحا تكسب لك فيها قرشين حلوين ينفعوك. بس بردك يعني أخسر فؤاد ولد العمدة؟ وإن خسرت فؤاد مش أخسر فؤاد وحديه، أخسر بيت العمدة كله. وإنت يعني كنت خدت مني بيت العمدة عشان تبكي على خسارته؟ وبعدين إن خسرت بيت التجانية حتكسب ولد صالح، وإحنا نعرف نواله اللي حيوقف جنبينا صح. بس يا أبو خالد. ما بسش يا أبو هاب، ما بسش. إنت عايز القرش والريس فيد فلوسه كتيرة. إيه الريس فيد هيكبي شو يديني اياك؟ اللي انت عايزه هتاخده، وانا ضامن لك الحكايه دي. هات يا ابو خالو الفلوس، انا هروح دلوقت لفؤاد ولد العمده. هتتلفت حواليك ليه؟ مش ده نجع التراخمة؟ هو نجع التراخمة، بس ما كلوش مولد نجع التراخمة. ده مولد جديد بتاع راجل طيب اسمه الشيخ عبدالله الخلوتي. لما مات الراجل ده عملوا له المقام اللي هناك ده، وعملوا له المولد ده، هيقولوا كان راجل طيب وصاحب كرامات. بس الناس دي جابتك منين؟ دي أول سنة تعمل فيها المولد ده. ما هي ناس الموالد كده يا عم فؤاد، كلهم هيبلغوا بعضيهم. يعني انا ايام كتير رحت موالد سواء في جبلي او في بحري، بص تلاقي الوشوش هي هي ما بتتغيرش.
الله جرايه بلدينا بقى لنا 3 ساعات ونص طالبين منك الشاي يا حبيبي، وبعدين الليل لسه في اولها. الله امال ما تسخن بقى وتلعلع كده، اللي هيطلب منك شاي هتجيبه له بعد 4 ايام. دف دف روحك الله يبارك لك. يلا حاضر روح انت والشاي ده وراك. يعني انت عارف الخيمه؟ اه مش الخيمه اللي في الوش عارفها. ماشي. لا انا هقف على ايدك لغايه اما اخد الشاي، لو مش هتحكموني بقى ده لما المولد ينفض ان شاء الله. ده اذا جبت بقى بالذمه يا جماعه بعتين الشيخ عيد هو اللي يجيب الشاي. الله وحيتوه يعني في ايه؟ ايتوه ومحدش هنا يعرفه ولا هو كمان يعرف حاجه. مين ده يا ام اللي يتوه؟ ده الجيل اللي مصور، ده هو اللي جابنا المولد ده. احنا عمرنا سمعنا عن المولد ده ولا جيناه قبل كده ابا؟ اطمنوا يا بنات، الشيخ عيد ده بيشوف احسن من المفتاحين. اوه يا كده هي يا سيدي الخيمة الله يبارك لك. الله هو انت نظري اختي يا ابني؟ بقول لك عد 5 خيم، 1 2 3 4 هي الخمسة. المقلبة دي في الليلة دي؟ لا والله ليلة جميلة جدا. انا بكؤت. واه يا عيد انت يا حزين، سمعت حد قال عيد يا حزين؟ مين عيد ده؟ تعالى تعالى اعرفك عليه. ترى ايه هذا انت؟ تعالى هنا، وانا كل ما اروح في حته على جيب قصادي ولا ايه؟ ابو المزايد يا حبيبي تعالى يا حبيبي. ازيك وحشني. ازيك انت؟ ازيك انت؟ الله يخليك. ازيك يا عيد؟ ازيك ايه يا ده انت اللي جايبك من يا المهم ده يا سيدي بقى عيد سعيد. إيه؟ ما تستغربش هو اسمك ده عيد سعيد. عيد سعيد؟ عيد الصغير ولا الكبير يعني؟ عيد خف عيد الام يا حبيبي. وده يبقى مين ده يا ماسك ده؟ بقول لك ايه؟ انت تحط لسانك جوه خشمك وتكسره على الاخر، عشان اللي انت بتكلمه ده يبقى عمي، عمي شكيكي، عمي لازم. ايوه ده عم فؤاد الصغير. صغير؟ ربنا يخلي يا حبيبي بكره يكبر. بقول لك ايه؟ تصدق وتامن بالله؟ لا اله الا الله. وانا بتعقد على الليله اللي احنا هنحييها النهارده هنا، انا قلبي كان حاسس ان انا هشوفها. يا بركاتك يا شيخ عيد، بركاتك. انما قول لي بقى يا شيخ عيد، عيني مين اللي هيحيي الليله دي؟ انت يا كروان؟ لا دي نعومه. اهو جه افتكرنا اختي يا شيخ عيد، وكنا هندور منادي ينادي في كل حته ويقول عيد سايح يا ولاد الحلال، واللي يدوحه اكتر ليه الحلال. او النبي والاجر والثواب على الله. اتوه اتوه ازاي ده؟ انتوا تبقوا من غيري زي اليتامى، بس بقى ما تحرقوش المفاجاه. مفاجاه ايه؟ اظهر وبان عليك الامان يا ابن السلطان. هو الحقيقه ابن عمر بس الافيه تحكم. ترارم تم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا دكتور. طب ايه يا نعيمة؟ مالك بتبحلق فيا كده ليه؟ مش هتصدق. لا يا ستي هصدق، بس قولي. والختم الشريف ولا موعى غنى النادي قدر يا كريم؟ ان حلمت بيك امبارح بالليل داخل علينا زي دخلتك علينا دلوقتي بالظبط. مش انا حكيت لك يا بنت سيده عن الحلم ده الصبح اول ما صحينا من النوم؟ اه وانت بقى الدكتور مازن؟ ايوه انا بقى الدكتور مازن. ينفع؟ وانا بقى عمو. ايوه اسمه عمو فؤاد. عمو فؤاد عمو فؤاد في اللي في بلاد عمو فؤاد عمو فؤاد. انت هتنكت عليا ولا ايه؟ اسمك عيد ولا مفيد ولا اسمك ايه انت؟ عيد يا دمار. هو عيد تملي كده يحب يعني يهزر وينكت. ما يمكن ما يفهمش الهزار. بعدين يعني هم جماعه صعايده كده ما لهمش فيه. اسمع يا سافرت انت، دول انك ضيف عندينا، انا كنت خليت وشك محل جفاك. ترى ايه عم فؤاد؟ ترى ايه؟ يمكن الراجل ما يقصدش. لا هنتخانق ولا ايه؟ انت قاعد ولا ماشي؟ اسمع بس. ما سمعش. انا ماشي وخليك انت على راحتك. اسمع عم فؤاد. يا شي فؤاد يا شي فؤاد. لسهم جاش فؤاد؟ لسهم جاش. طب اما يجي يقول له اني عديت عليه مرتين وأعد عليه بكرة في الصبح بمشيئة الله. حاضر. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعمين يا عمري. قبل أبو ولد الداش عايز إيه؟ عايز يسأل على فؤاد، دي تاني مرة يعدي عليك. ما قالش عايز إيه من فؤاد؟ ما قاليش يا عمري. تعرفش إيه اللي بينه وبين فؤاد؟ هعرف من وين يا عمري؟ ياما يرد فؤاد من برة، ابقى أسأله. ما تعرفش فؤاد ومازن راحوا وين؟ لا يا عمدي. لقيهم سهرانين هنا ولا هنا؟ شباب
يعني عايز تمشي من غير ما تسمعني؟ معلش، ما انا الحقيقه يعني ما كنتش عامل حسابي ان انا هشوفكم هنا، والا كنت جبت الكاسيت معايا. ده حتى الكاسيت وكل الاجهزه في مصر مش هنا. ما تفك بقى يا اخي، فك، انا هصدلك كاسيت من هنا. أي والله صحيح، ده الناس هنا طيبين، مش هيقولوا حاجة يعني لو استقضينا منهم كاسة ساعة ولا اتنين. وبعدين ده انت ابن عمد يا حبيبي، ده انا اضرب لك الارض برجلة طلع لك اربع كاستات مرة واحدة. شوف اهو، مالكش حجة بقى. والله مش عارف اقول ايه. طب ايه رأيك يا عم فؤاد؟ خلاص بقى يا عم فؤاد، وافي الله يرضى عنك. يا عم فؤاد، يا عم فؤاد، يا عم فؤاد، كل الناس بقولك، كل الناس بقولك نعيمة جات لك، وعم شهدي، وانا يا سيدي فوق البيع. وافي بقى يا اخي، الله يبارك لك بقى يا اخي. يبقى هو بقى اللي مش عايز يسمع. ليه بس؟ والنبي ده انا غنيه هيعجبك قوي يا عم فؤاد لو قعدت وسمعتني. خلاص هنسمعك بس عن شرط. الراجل اللي قاتل ده لو قال لي ادبه بكلمه واحده مش هيروح من هنا الا على نجاله. يا رب هتورى بقى وتظبط ايدك ولا يبقى اخر كلامنا. ها ما قلتليش بقى انتوا متمسكين بيهم قوي كده ليه؟ ما تسيبهم يروحوا مطعم هم عايزين. اللهم طولك يا روح. بقول لك ايه يا نيات الندم، انت هي الغلاسه دي يا اخويا فيك فيك ولا طبع، ولا انت اتولدت كده، ولا صحيت من النوم لقيت روحك كده؟ بتقول لي يا اخويا وتفهمني. لا لا مؤاخذه، انت اللي صحيتي من النوم لقيتي نفسك كده مش طايقاني. بعدين ما تكتريش في كلام معايا يا سيده. الله جرايه يا نيات، انت عايز تخاني ولا ايه يا ابني؟ وكل شويه مشكله، احنا ما صدقنا راضينا الناس اللي بره. ما تكترش في الكلام معايا شيخ عيد، ومالكش دعوه، وخصوصا بعد التمثيليه اللي عملتها انت ونعيمه. اسم الله يا اخويا، تمثيليه ايه ان شاء الله؟ التمثيليه اللي عملها الشيخ عيد. راح عزم سي الدكتور اللي طلع لنا في المقدر، وجاي يقول انه قابله النهارده بالصدفه. تمثيليه ايه دي يا اخويا اللي هعملها عليك انت؟ ليه؟ اكونش خايفه منك ولا اكونش ولي امري ولا ماسك لي زله ولا مش عارفه؟ لا، حد يشوف عم شهدي فاني يشوف له صرفه مع الجدعت. اخوانا صوتنا عالي كده والناس واقفه بره، حرام عليكم كده. ليه؟ خايفين منهم ولا ليهم عندنا حاجه؟ شوف بقى يا ابني انت، انا اتحملتك نوبه واثنين وثلاثه وبزياده لغايه كده. شوف يا حسن، لو انطبقت السما على الارض ما انتش هتشتغل مرايه بعد كده. ما تلم روحك يا جدع انت بقى وتخليك في حال. خلاص يا نعيم، نعد الذي على خير وبعدين ولا بعدين ولا قبلين. انا قلت كلمه ومش هرجع فيها مهما كان. ايه يا جماعه، احنا مش صفينا والحمد لله؟ لا ما تصفيناش، الست نجمه الفرقه مش عايزانا اشتغل وراها كرامه لعيون الضيوف. يا جماعه، اذا كان وجودنا هيزعلكم من بعضيكم يبقى ملوش لازمه. احنا هناخد قعدتنا مع عم شهدي ونتكل على الله. لا خليكم، انا بقى اللي مش عايز اشتغل وراها تاني، مطبلها من طرفي. انا وهو نتوكل على الله وانتوا اشربوا الليله. نشرب احنا الليله؟ دي تبقى اللي تقصت. دي بقى يا نيات الندام. ايوه هي ايه اللي تقصت. الله الله، انتوا هتسيبوه يمشي ولا ايه يا جماعه؟ الليله كده تبقى باظت. ولا باظت يا اخويا ولا اي حاجه، مش مهم الليله. ايه رايكم بقى كده احسن؟ اسم الله عليكي. هي كده بقى احسن. ايوه بينا يا ابني. الله الله الله، والعربون اللي انتوا خدتوه يا جماعه؟ ان كنتوا صرفتوا العربون ده انا نرجعه لاصحابه عشان خاطر الراجل الطيب ده. الله يكرمك يا سي فؤاد. طالع يصيح لطه المدينة.
هيكونوا راحوا فين بس؟ ربنا يجيب العواجب سليمة. يا باي هم احنا صغيرين عشان تخافوا عليهم، دول رجالة كبار. رجالة كبار وما نعرفوش هم فين وايه اللي اخرهم، ما نقلقوش كيه. صح يا سلفتي، والليالي مش مضمونة. قولي كي انت وهي ما تخلوش القلق يركب دماغي. ها انا خارج بقيت برا، وانتوا استهدوا بالله، قوموا ناموا. نوم ايه اللي بتقول عليه ده؟ مش اما نطمنوا عليهم الاول. وي يا باي، لسه قاعد لغاية دلوقت؟ انا افتكرتك دخلت نمت. لمكي فاض حيسهر برا ساعات، بس حيكون صايب خبر. ومازن حيسهر برا كتير لما حيجينا في الاجازات، بس برضك حيكونوا سايبين خبر. مش عايز اكلك الدنيا، اتصل بالمركز. مركز ايه يا باي؟ هم لسه عيلة صغيرين واللي قمنا اتصل بالمركز يدور عليهم. خايف لا يكونوا تعاركوا ويا حد ولا جرى ليهم حاجة. ادخل انت نام يا باي بدل ما دماغك تودي وتجيب وكلها شوي ويدخلوا علينا. يلا يا باي صباح الخير. من العربية تاجيلة جاكبو. اركن يا ابو عمو تحت عمود النور اللي هناك ده، وارفع كبوت العربية شوف فيها ايه. وبعدين يا ربي في العطلة دي مش كفاية جايمين من المولد متوخرين؟ هم يا فؤاد يلا هم. ما تركن يا بتاع انت، افتح البتاع ده، افتح ورينا فيه ايه. هتعرف تصلحها ولا لا؟ ان شاء الله. افتح. ايه ايه ايه؟ كهربا قطعة. كهربا قطعة؟ ايه ما دفعتوش الكهربا ولا ايه؟ عجبك غناية؟ ده انت غناكي يعجب الباشا، بس على فكرة احنا لازم يبقى لنا لقاء تاني في مصر عشان اسمعك اكتر واسجل لك كل اللي انت حافظاه. يا ريت. اللي انت ما قلتليش، انت منين بقى؟ من الصعيد. يعني انت تعرف الصعيد كله؟ لا مش قوي. وتعرف الصعيد منين بقى؟ بالسمع ولا من كتر اللف في الموالد اللي بجيب لي؟ لا انا ما لفتش كتير في الموالد اللي بجيب لي. اقول لك نكته؟ قولي. انا اساسا من الصعيد. ايه فين؟ من اني بلد يعني؟ اهدي بقى اللي ما اعرفهاش. ازاي يعني ما تعرفيهاش؟ في حد ما يعرفش هو من اني بلد؟ انا لا، يبقى انت مش من الصعيد. ما هو حاجه من التنين، يا اما انت مصراويه يا اما انت بحراويه، وبتقولي على نفسك من الصعيد. لا والله انا اساسا من الصعيد، او يعني قول على الاقل كده اللي اعرفه ان انا من الصعيد. سايق. ايوه فهمت. يبقى اكيد اهلك موصيينك ما تقوليش انت منين. حاكم الناس اهل البلاد اللي عليهم طار هيوصوا عيالهم لما يخرجوا بره لا يقولوا هم منين ولا من بيت مين. طار ايه؟ لا والله انا بقى ما حدش من اهلي موصيني بحاجه من دي خالص. امال لا مؤاخذة يعني اهلك مستعرين منك ليه؟ عشان شغلتك دي؟ لا يا سيدي انا ماليش اهل غير عمك شهدي وبس. طب وهو عم شهدي من الصعيد؟ لا عمك شهدي من مصر. حيرطيني يا بنت الناس، ازاي يعني من مصر؟ والنبي دي اصلها حكاية طويلة بقى وعايزة شرح وكلام وحديث زي حكايتي مع الزمان بتاعت وردة. يلا يا دكتور اتوخرنا. لا مؤاخذة معلش يا نعيمة، عم فؤاد جاب العربية. طيب ما أنا برضو مش عايزة أعطلك يعني أكثر من كده. لا والله أنت مش معطلاني ولا حاجة. إن شاء الله من غير مقاطعة يعني حيبقى لينا كلام تاني. سلام عليكم. ضروري يا ريت، أنت معاك العنوان في مصر بقى. ها هم مال يا دكتور.
يلا يا عمي. ابو هاب ابو هاب. مرحبا ابو العمده. مرحبا بيك ابو هاب. قالوا لي عديت عليها امبارح مرتين. ايه وكنت رايح لك دلوقتي. خير؟ لولا انت سببت وجيت. خير اخويا فيه؟ كل خير ان شاء الله. امسك. ايه ده؟ بعت الجاموسه هيك. ايه 600 جنيه معاك. 600 جنيه؟ بعت الجاموسه وولدها ب 600 جنيه؟ وانت مالك ومال ولادها؟ ال 600 جنيه دول نص ثمن الجاموسه. انت اشتريت وانا علفت وفي البيع نتقسم النص بالنص، مش هو ده اتفاقنا؟ ايه؟ طب والبطن اللي جابتها مدت ما احنا متشاركين؟ من حقي. من حقك؟ من حقك ده كسر حقك. يو 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 يو. انت هتضربني ولا ايه يا ولد العمدي؟ ايه؟ ايه؟ هو عشان يعني لا تاخد حقي هتضربني ولا ايه؟ الحقوني يا ناس! الحقوني يا خلقوه! حشوا عني والد العمدي! هيضربني والد العمدي يا خلقوه! ايه جرالك ايه يا ابو هاب؟ جرالك ايه؟ لا يا فؤاد! مش عشان تقول لروحك يعني انك والد العمدي وبتستعف على الناس! لا! الغدال ابو الحكومة! مش شايبة يا الحكاية يا! ايه؟ الناس شاروا عليا روح من محضر في المركز، لكن انا قلت لها اعيد الكلام على حضرة العمدة في الاول. ولازمته ايه المروح للمركز يا ابو هاب؟ دي مشكل صغير يحلوا العمدة في كلمتين والعمدة ما يرضاش تزور. زور مين اللي هتتكلم عنيه؟ اسكت يا ما تفتحش خشمك بنص كلمة. كيه يا عمدة ما يفتحش خشمه بنص كلمة؟ انت يا عمدة هتحكم بالحق والحق باين في الحكاية دي كالشمس. الجاموسة شركة بناتهم مرتين هي اللي هتجيبه. خلصنا كلام في الحكاية دي يا عبد الرحيم، هنعيده ونزيده فيها. رد العب لعب الفلوس اللي خدتها مني. مسك الفلوس يا عبد الوهاب. فؤاد واخد حكاية الشراكة وياك سليوة، وما دام انت السالب بتزعل الناس من بعضيها يبقى بلاش منيها. بس يابا. صح يابا صح. نقصاك انت حكاية الشراكة في البهايم مع الناس ولا ايه؟ ودلوقتي يا جناب العمدة الحكاية رسيت على ايه بالظبط؟ قوم نعرف. مفيش حكايات، الفلوس كلها هاخدها عبد الوهاب. ادبا ليك يا فؤاد عشان ما تعليش حصك تاني على حد من اهل البلد. ربنا يخليك لينا يا حضرة العمدة. شرفتونا يا اخوانا. انت ماشي بينا على فين كده يا ابو خالد؟ نشرب شاي في قهوة السنوسي. وهي اللي قعدنا في قهوة السنوسي ونتحدد وسط الناس. هو في أحلى دلوقت من القعدة وسط الناس؟ انت يا ابو خالو عايزنا نقعد وسط الناس عشان تعرف بيقولوا ايه ويعيدوا ايه في الدور اللي حصل ما بيني وما بينه فؤاد. بس يا ابو خالو اجي فين؟ مش نخلص اللي بينا في الاول وتديني بقية المبلغ اللي اتفقنا عليه؟ انت اتخوات يا ابو جرالك ايه؟ على رأي المثل ما شوهمش وهم بيسرقوا، شوهم وهم بيتحاسبوا. يهو يا ساتر. ايه ايه الحكاية؟ وبعدين مبلغ ايه اللي بتسألني عن بقيته؟ المبلغ اللي اتفقنا عليه انت نسيت اياك. اتصدق انت ابرد من مية طوبة يا ولد الداعش. انت ليه؟ هو اللي طالب بحقه يبقى بارد اياك. حق ايه يا ابو حق انت اللي بتتكلم عنيه؟ انت كنت عشمان ان العمدة يرد لك تمن الجاموسة؟ ده انت تحمد ربنا. لولا ما شرط عليك باللعبة ما كنتش طلت حاجة. وانت شرط عليا باللعبة دي محبة فيا اياك. ده لولا ان الحكاية دي فيها مصلحة ليك ما كنتش شرط عليا بيها واصل. بعدين ما تنساش ان باللعبة دي خسرت فؤاد والد العمدة. وانا اغلب روحي واياك في الحديث ليه؟ انا هرد دلوك على حضرة العمدة واحكي له الحكاية بالحرف الواحد. ومش كده وبس، ده انا هعود هنا تاني واحكي للناس دي كلها الحكاية بالحرف الواحد وبالتفصيل. خلاص 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 يا وكل الناس، اللي انت عايزه هتاخده.
تقطع. اللي حصل ده يا بايا هيخلي الناس يركبوا على كتافنا في البلد. انت ايه اللي يوديك ولد الدهش ولا غيره عشان تشاركه؟ ناقصك فلوس انت ولا ايه؟ يا عم حسان، يا عم حسان، عم فؤاد ما اجرمش لما تاجر. كون بقى ان الشخص اللي تاجر وياه طلع قليل اصل ولا قليل مبدا، دي مساله تانيه. جرايه مازن، انت يعني جاي مع عمك فؤاد على طول الخط انت وابوك ولا ايه؟ احنا جايين وياه في الباطل ولا ايه يا حسان؟ انت صرفت صح يا بايا، انا في الاول ما كنتش واخد بالي، لكن لما دورت على نفوخي لقيت اللي انت عملته ده عين العقل. ايوه يا بابا صح، العمده حلها حل سياسي وبيرمي البعيد. سياسي ايه وما سياسيش ايه يا سي مازن؟ انت اللي حصل ده وما تزعلش مني يابا، هيخلي الناس كلها تتجرع علينا زي ما فؤاد قال. لا بعدك ده، بدل ما نباهوا ان احنا اولاد العمده نبقى نخبوا الحكايه دي. انتوا التنين اعمى منكم، مفيش. اللي حصل ده لعبه، انا المقصود بيها. صح يا جد، المساله مصنوعه متلفه كتلفيل، والمقصود منها احراج العمده. كيه يعني؟ لمه الناس دي مقصوده، الحق في القضيه دي باين كي الشمس. ما عايزاش كلام. ها جاموس الشرك، يعني كل اللي تجيبه مده الشراكه ملك للشركه، مش عقده دي. لو حكمت بكده هيقول العمده متحيز لولده. ليه يا باي؟ ما دام هو ده الحق. بس ولد العمده طرف في القضيه عن فؤاد، ما تصحصح بقى. والعمده معلش حد يمس سمعته بنص كلمه، بالاخص بيومي والد الدريع كان قاعد وسط الناس مستني يشوف الضوء هيرسى عليه. معناه كلامكم دي ان نقعد في بيوتنا لا نبيع ولا نشتري ولا اتو حاجه. الفلوس اللي رديتها لولد الداهش انا هديها لك. لو عاوز تبيع وتشتري بعد كده تبقى تبيع وتشتري في بلد انا مش عمدتها، فاهم؟ يخليك لي يا باي، يخليك لي. وفرحان اياك باللي عملته؟ ومفرحش ليه؟ بينت الوالد ابن الدريع ان احوط منه من اللي خلفوه، وطلعت من حبابي عليه بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. ايه مش تستاهل الفرح دي اعتماد يا بنت ابوي؟ انت فين عقلك انت؟ فرحيها اللي بتتكلم عليه ده؟ تمنهم ايه القرشين اللي فرحان بيهم دول؟ كنت الفتحه اللي قريتها ويا فؤاد ولد العمده اول ما بداتوا تشتغلوا مع بعضيكم؟ مالكيش صالح يا اعتماد انت بالكلام ده. امال مين اللي صالح؟ بيومي اللي ضحك عليك وخلك قفلت بيدك الباب اللي بتاكل مني عيش، بيومي هو اللي صالح. انا بمشيئه الله هشتغل وحدي بالفلوس دي، هتاجر وابقى حر نفسي بعيد عن فؤاد. انا مش هفضل طول عمري كله امد يدي لفؤاد والد العمده، ولا استنى ما يجود عليا بايها مصلحه يشركني فيها. وهو كان فؤاد ضربك على يدك ولا شغلك وياه بالغصب؟ عايز تسيبه يبقى بالمعروف. مش بالخيانه. خليك في حالك يا بنت انت. ما انا في حالي، وانا اقدر اعمل حاجه؟ بس اقول لك كلمه وحطها كل حالك في ودانك يا ابو هابي. اخوي ربك ما يباركش للي يخون. خلصت وياك الحكايه. انا كنت متوكده من الاول ان علي التجاني هيحكم بالعدل، لكن ما كنتش اتصور ابدا انه هيظلم ولده في قضيه ولده صاحب الحق فيها. ما برضك يا جد، ده العيار اللي ما يصيبش يد وش. يا ريه ويد وش. اظن هتكون ان انت كنت عامل الحكايه دي عشان تشنع على العمده وسط الخلق وتمسخ سيرته. ها دلوقتي هتقول ايه؟ ها هتمسخ سيرته ازاي والخلق كلها عرفت اللي عمل العمده؟ مش كل الناس يا جده، وبعدين مش هنغلى، هنلاقي الطريقه اللي نوصل بها للناس اللي احنا عايزين نوصله لهم. ايه هتدور ناس بمعرفتك يشيعوا كلام زور عن الراجل وسط البلد؟ احنا داخلين عركه يا جده، والسكه اللي كسبناه نمشي فيها. وبعدين انتوا وافقتوني على اللي في دماغي، انت والريس فيد والشعيبي، مش عايزين نرجع بقى نقول كاني وماني. يعني اللي في دماغك ده ما يتحققش غير من سكك التعبين اللي اللي هي ايه يا جده؟ اللي ما عرفاش اللي ايه. غور بعد عني، بعد عني واعمل اللي انت عايزه يا ولد دريع. وشمك شبيه وشمي والركعه